رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل الأربعة الصحفيين المفرج عنهم ويلتقي اللجنة الفنية التحضيرية للقاء التشاوري للسلطة المحلية. اللواء البحسني يصل سيئون بعد زيارة خارجية ناجحة لمعالجة بعض القضايا المهمة. اللواء الزبيدي يبحث مع الوفد العسكري المصري سبل التعاون والتنسيق المشترك. رئيس الوزراء يزور ديوان وزارة العدل ويفتتح المركز الوطني للطب الشرعي في عدن. وأمين عام محلي حضرموت يدشن امتحانات الثانوية العامة.